تزامنا مع اليوم العالمي لرواد الأعمال وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أقامت مؤسسة صناع الريادة حفلا تكريميا للرواد الفائزين في مسابقة التطبيقات الذكية في مكتبة الأسد بدمشق. مؤسسة معنية وبتهدف لاستقطاب أصحاب الأفكار الذكية والريادية، بتشتغل معهم تتبنى الأفكار النوعية منها اللي بتحقق المعايير اللي هي حطتها. لازم المعايير، لازم الفكرة تكون جديدة تماما على السوق السورية، قابلة للتطبيق في هاي الظل وضمن هاي القوانين، إلى جدوى اقتصادية ذات جدوى مجتمعية. طبعا في حيوية للفكرة، بالإضافة لأنه الفكرة قابلة للاستدامة والتوسع والتطوير. العمل على استقطاب الأفكار الذكية وتدريب هؤلاء أصحاب الأفكار وناخذ بيدهم بما نحسن أحوالهم أولا الثقافية والفكرية، وبالتالي نصل معهم مع أفكارهم الذكية يلي غير مطروقة بعد في تحويلها إلى مشروع إنتاجي ينعكس اجتماعيا واقتصاديا على صاحب الفكرة أولا وعلى الوطن ثانيا. قدمنا مجموعة ورشات خاصة بالمتدربين أو بالمتسابقين، كانت على مستوى الجدوات الاقتصادية، على مستوى البزنس موديل الخاص بالمشروع تبعهم، بالإضافة لكيفية ترخيص هي التطبيقات وحمايتهم من الجرائم الإلكترونية. راح نقدم كل ما يمكن لخروج هذا المشروع على حيز التنفيذ بإيجاد المستثمرين الصح، بإيجاد أماكن وبيئات العمل الصح، بإيجاد كافة أنواع الدعم سواء من بروبوغندا وتسويق وإعلام ودعم ومشاركات. الحفل تضمن توزيع جوائز للرواد الثلاث الأوائل الفائزين بالمسابقة، إضافة إلى تكريم عدد من المساهمين والداعمين للرواد بهدف توفير بيئة حاضنة لهم وتبني مشاريعهم وأفكارهم الرقمية. هي الأفكار هي فعلا كنز حقيقي لسوريا، لحتى نثبت نحن وجودنا، نعمل تطور، نعمل إثبات وجود من خلال هاي الأفكار. والحمد لله سوريا ولادة دائما بالأفكار الريادية، وإن شاء الله المؤسسة هي أول سنة لها بمشاريع التطبيقات الذكية الريادية، وبتمنى من أي حدا صاحب فكرة ما يتردد أبدا ويبلش بيشتغل على حاله ويقدم على هاي المسابقة لفعلا تصير مشروع حقيقي بتأمن له دخل وحياة كريمة وإثبات ذات بالمجتمع. بالنسبة لصناع الريادة والمشاريع المتقدمة، هاي بتعتمد على ناس عندهم ملكات عقلية معينة وسلوكية خاصة، الشجعان ممكن يغامروا، ممكن الفشل ما يحبطهم، بالتالي ممكن هدول الناس قياديين بيستفيدوا من فكرة تكنولوجية مهمة وبيصنعوا هدف منها. تطبيقي هو عبارة عن تطبيق خدمي منزلي بيقدم خدمات لكل إنسان من ذوي الإعاقة أو كبار السن أو مصابي الحرب أو كل إنسان بحاجة خدمة خاصة منزلية. نحن مشاركين بفكرة تطبيق ذكي اسمه برايس وايز، هو مشروع تجاري بيقدم خدمات مختلفة لمختلف شرائح المجتمع، إن كان مستهلكين أو شركات أو رجال أعمال أو مستثمرين. التطبيق تبعي هو عبارة عن متجر إلكتروني سوق سوري افتراضي، بيقدم منتجات للأفراد، طبعا معظم المنتجات يلي بيحتاجها أي فرد ضمن المجتمع. مؤسسة صناع الريادة أثبتت من خلال هذه المسابقة دورها الفعال في إنتاج تطبيقات ذكية تخدم حياتنا وأسواقنا الافتراضية، وأنها قادرة على صنع رواد حقيقيين قادة لمشاريع المستقبل.